أحبك الله الذي أحبتنا لأجله، الله يجزاه خير. طيب، عليكم السلام. يسأل السائل الكريم، يقول: رجل لم يصلي المغرب، ولما أتى إلى المسجد وجد الإمام في صلاة العشاء، فماذا يفعل؟ قال الشيخ ابن عثيمين وقال أهل العلم: بالنسبة للمقيم وليس المسافر، إن دخل ولم يصلي المغرب وجدهم يصلون صلاة العشاء دخل معهم بنية المغرب، وفي الركعة الثالث الرابعة يقوم الإمام، وهذا يبقى ويتشهد وينفصل ويسلم، ثم بعد ذلك يلحق بهم في الركعة الرابعة ناويا العشاء، وهنا يجوز الانفصال للمقيم وليس للمسافر، لأن في حديث معاذ بن جبل: أفتن أنت يا معاذ؟ إن هذا الشاب انفصل عن معاذ وأكمل صلاته، فهذا الوجه لا بأس به أن يدخل مع الإمام ما دام هو مقيم والإمام مقيم، ليس في حكم السفر، تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، يدخل معه بنية المغرب ثم يصلي ثلاثا ويتشهد ويسلم ويلحق بالإمام في الركعة الرابعة ناويا العشاء. الوجه الآخر الثاني: يدخل معهم بنية العشاء، يدخل معهم بنية العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يقوم بالترتيب، يعيد العشاء من أجل الترتيب. ومنهم من قال من أهل العلم: هنا يسقط هي من الحالات الخمس التي يسقط فيها الترتيب. طيب،